ومنذ اليوم الأول لانطلاق محاولات إنقاذ الطفل ريان، برزت عدة فرق ميدانية متخصصة من الحفر إلى الحماية ثم الوقاية والإسعافات، وتتركز الأضواء في هذه المرحلة على فرق الإسعاف. للحديث عن هذا الجانب نستضيف السيد عزيز العطار، الأستاذ المكون في الإسعافات. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير. بداية أستاذ، ما هو الدور الأول للفرق المتواجدة حاليا في عين المكان؟ فبداية الدور الأول هو عبارة عن إعطاء الإسعافات الأولية في عين المكان قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك كيكون بفحص الحالة من بعد إخراج الطفل ريان. فالفحص الحالة والقيام بتشخيص الوضع دياله، لا من ناحية لا فونكسيون نورولوجيك، الوعي ديالو، ثم التنفس ديالو، ثم القلب ديالو. فكيدير له واحد النوع ديال التشخيص مبدئي اون بري اوسبيتاليي، لان السياره ديال الاسعاف الان اللي كتنتظروا هي سياره فيها واحد التجهيزات خاصه بالانعاش والتخدير، وحده متكامله اللي غادي ان شاء الله تقوم بواحد الاسعافات اون بري اوسبيتال، قبل الوصول الى المستشفى يتقدموا للاسعافات اللازمه، وغادي يتم الاقتياد ديالو لاقرب مصلحه للمستعجلات. اللي بغيت نذكر عليه هو انه التدبير ديال ديال الوضع كان بواحد الشكل اللي هو متعارف عليه عالميا، هو انه في البدايه بدا الامر بواحد النوع ديال التحليل الدقيق للمخاطر اللي كاينه على مستوى المنطقه، ثم من بعد واحد العدد ديال الناس كيحاول انه يقتحم المنطقه المحجوره او ليسباس كونفيني، وهذا ليسباس كونفيني عنده شروط وخصو تكوين وعنده بزاف ديال القواعد اللي تبارك الله السلطات كانت على قدم وساق في المعايير الدوليه واحترام جميع المراحل، حتى وصلنا للمرحله ديال الاسعاف، واللي كنتظروا الان ان الطفل يخرج ان شاء الله ويلتحق بالوحده المتنقله المستعجله. طيب استاذ، هل تطلب تدخل مثل هذه الفرق تكوينا خاصا؟ نعم، فتقنيا في الاسعاف كان عندهم تكوين خاص، فتتلقاو التكوينات في معاهد وزارة الصحة لمدة طبيعة الحال التقنيين اللي كنهضر كيتكلموا كيقوموا بالإسعافات الأولية قبل الوصول للمستشفى. فتلقاو تكوين في الأجهزة اللي كاينة في هذه السيارة، اللي هي أجهزة خاصة بالإنعاش والتخدير، اللي منها الجهاز مزيل الرجفان، اللي منها واحد الجهاز اللي كيعطينا نسبة الأكسجين في الدم. وهنا الطفل ريان كان في واحد الوضع وفي واحد المنطقة اللي محجورة فيها نسبة تركيز الأكسجين اللي هي ضعيفة، فكيقيس التقني في الإسعاف وكيعرفوا نسبة الأكسجين في الدم، ثم مسألة ديال كذلك ضربات القلب، التنفس ديالو، كذلك الضغط الشرياني ديالو او لا طونسيون ارتيريال. فكلهم هاد التجهيزات التقنيه في الاسعاف كيساعد الفريق الطبي، اضافه الى بطبيعه الحال الطبيب والممرضين اللي تيكونوا ديال الانعاش والتخدير في داخل هاد الخليه الصحيه اللي كنسموها، لان هاد سياره الاسعاف فيها خليه صحيه بمعنى مستشفى المتنقل اللي كيجي في عين المكان وقبل الوصول الى المستشفى الكبير. طيب ما هي الأخطار والأخطاء التي يتعين تجنبها في مثل هذه الحالات؟ فالأخطار هو ذاك التهور وذاك قلة التحليل الدقيق للمخاطر. فأول شيء هو التحليل القبلي للوضع جميع النواحي، فالامور كتطلب امور علميه دقيقه جدا، امور جيولوجيه طبوغرافيه، كذلك ايضا كتطلب امور بيولوجيه وكيميائيه، فمساله تركيز الاكسجين في الوضع. ولذلك راينا انه في بدايه التدخلات كانت محاولات لاخراج الطفل ريان، ولكن كيوصلوا لواحد المسافه من 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 الامطار، فكيقل الاكسجين، لان نسبه الاكسجين في ذاك الجو كتقل، لان الاثنين يستهلكان الاكسجين، الطفل ريان وهذاك المسعف اللي نازل عنده باش يحاول الاخراج ديالو، وبالتالي كتكون 21% هي نسبه الاكسجين في الاتموسفير، وفي في المنطقه المحجوره كتقل هذه النسبه، وبالتالي كيولي خطر الاختناق وارد جدا. لذلك فتم تدبير الازمه بواحد الطريقه علميه دقيقه جدا ديال المنطقه المحجوره، ومعروف القواعد ديال المنطقه المحجوره او ليسباس كونفيني.
إذن أشكرك سيدي السيد عزيز العطار الأستاذ المكون في الإسعافات، أشكرك على كل هذه المعطيات. شكرا على الاستضافة.